وسهلا بيكم، صباح السعادة عليكم. النهاردة حبيت أشارككم معايا يوم من رحلتي في شرم، إن شاء الله يعجبكم، وهوريكم إزاي اليوم يبدأ من أوله لآخره بإذن الله. وأتمنى من أصحابي وأصدقائي وكل اللي بيتفرجوا عليا يستمتعوا معايا وينسوا خالص، عايزاكم تنسوا خالص إنكم بتتفرجوا على فيديو. أنا عايزاكم تعيشوا اللحظة، وأتمنى من الله إن ربنا يكرمكم برحلة زي دي وأحسن كمان. يلا هنبتدي اليوم. هعمل نسكافيه أنا وجوزي، أنا مليت المية. نبتدي. رغوة ولا اللي بيصب على الأسوس؟ تمام كده، قلب بقى. ادي المعلقة، مش المعلقة بتاعتهم عاملة ازاي؟ تمام كده، تعالوا اتفضلوا معايا. هنشربهم ونشوف هنلبس وبعد كده نكمل بقية اليوم بتاعنا. ياريت تتابعوا معانا لآخر الفيديو. احنا دلوقتي هننزل نفطر. احنا هنطلع من الغرفة. المطعم هناك هنا كده، هنمشي منين؟
في المطعم؟ يبقى أجانب بقى. المطعم الكاري بصراحة مليانة أجانب ما شاء الله. نأمل إن السياحة تشتغل تاني في بلدنا. بصوا رائعة، احنا كده فرقنا على المطعم. شايفين الأطباق محطوطة في جهاز تعقيم، الطبق بيبقى دافي خالص. بعد كده هنختار الأكل. في ورقة مكتوبة جنب كل صينية محطوط فيها الأكل نوعه ايه وده ايه. أنا اخترت البيض. في هنا فاصوليا طبيخ، في ناس تاكل على الصبح طبيخ عادي، وده توست بالبيض. وده سوسيس فراخ ولحمة. طبعا بنختار الحاجة بالدور، مفيش هرجلة، كله ماشي بنظام طابور، وكل واحد يختار اللي هو عاوزه. ده سوسيس فراخ ولحمة. ودي بطاطس بوريه مشوية أكراس. ودي طماطم مشوية بالجبنة الموزاريلا. وده صفار بيض معمول بخلطة، بس انا بصراحة من شكلها ما عجبتنيش فعشان كده ما اكلتش منها. هنا ده جميع الالبان اللي هي الجبنة والزبادي والقشطة وزبادي بالفواكه. في شايفين الكروت، في كروت كده كل طبق مكتوب عليه ده طبق فيه ايه. ودي جبنة بالخيار والطماطم وزيت، جبنة قشطية كده طعمها حلو قوي. واللي جنبه ده زبادي بالفواكه او بالفراولة. بصوا في هنا عسل ابيض وعسل اسود، وفي طحينة ومربى فراولة ومربى تين، وفي كمان حلاوة طحينية. اما هنا هنلاقي الزبدة وجبنة بيتا قطع ولانشون فراخ ولحمة وجبنة رومي وتشيدر. وانا هنا اخترت اللانشون والجبنة الرومي. بعد كده هنا بقى السلطات والمخللات
زي ما انتوا شايفين الخس الكابوتشا على فلفل رومي على طماطم على زيتون، الترشي بانواعه، البصل، الجزر، الليمون، الخيار. يعني ممكن نعمل احلى طبق ترشي واحلى طبق سلطه واحنا واقفين. عايزين بقى نختار العيش واحنا ماشيين كده نشوف فيه ايه. هنا العيش التوست الابيض، ودي الماكينة اللي بيتسخن فيها العيش، وده عيش توست الاسمر. تعالوا بقى هنا في الجزء ده جميع انواع العيش، الفينو، عيش اسمر بحبة البركة والسمسم، وعيش الأبيض بحبة البركة والسمسم برضو، والعيش البلدي. طبعا أنا سبت كل ده واخترت برضو ورحت على عيش البلدي. نختار اللي احنا واخدين عليه. شايفين عيش الكايزر بأنواعه، جميع خيرات ربنا في العيش ده. الحاجات ما شاء الله جميلة وتفتح النفس. انا هختار هنا عيش طويل بحبة البركة، خفيف كده. كده خلاص اخترنا العيش. هوريكم بقى واحنا ماشيين الجزء الثاني، هو تقريبا نفس الجزء الاولاني اللي احنا كنا فيه، وما بيوسعوا شويه عشان الزحمه. ودي بطاطس مقليه مكعبات، هنا فلفل اخضر مقلي وجزر وبتنجان مقلي وكوسة. الترابيزة. طيب اقول لكم احنا اوريكم كده وانا ماشية. وهنا بقى المعجنات الهشة والفطاير المحشية. هنا بقى التوابل، كمون، بابريكا، ملح، فلفل، شطة. طبعا هنا ما نسيوش اصلهم الفول الجامد قوي، فول مهروس وفول حب، ودي طعمية. وهنا صوصات، صوص فراولة وشوكولات وكراميل ونوتيلا. الثلاث صواني دول طبعا مقليات في الاول وبعد كده العجة، والثالث ده بليلة باللبن. انا كنت محتارة اخد ولا ماخدش من العجة. بعد كل اللي انا خدته ده بفكر لسه اخد عجة ولا ما اخدش. هنا الدوناتس بالسكر البودر. احنا عشان نروح قرايه وجعتني نشيل هنا الملك. وهنا الكورن فليكس بانواعه واشكاله، شوكليت وساده والملك.
شايفين هو بعد ما حط الكورن فليكس بيحط عليه الملك. الملك بيبقى سخن ودافي كده طبعا. هنا بقى الفواكه، عصير تفاح وبرتقان وبلح وتفاح اخضر وقراصيا والمشمشيه، وده برتقان متقشر، شايفين القراصيا والمشمشيه. وهنا جميع الحلويات بانواعها، حلويات الهشه كلها مع كرواسون والفطاير والطرطات، جميع انواع الحلويات والكيكات، دي فطيرة بالكريز، شايفين طرت بالطمب البلح بالكريز. هنا بقى الكيكات بأنواع. نجي بقى، انت رزعتنا بقيت ليه؟ بس كده ايديا بتفتعش. هو ايه اللي ممنوع الاطفال؟ ليه بقى؟ عشان ايه؟ بصوا هنفطر وارجع نكمل بقيه الرحله بتاعتنا. اتفضلوا بقى معانا، خليكم معايا بقى لاخر الفيديو. طبعا بعد ما فطرنا لازم نحل، تعالوا بقى ننقي تحليه خفيفه كده. انا كده هنا خلاص اخترت كرواسون، ودي على فكره فطيره الكريز، فطيره بالكريز. هاخد كيكه بصوص الشوكولاته، انا بقى هختار فطيرة كده من الفطيرة، عايزة اشوف طعمها ايه. وتعالوا بقى نجري نجري نروح على المشروبات ونعمل شاي، نعمل فنجان شاي كده محترم. يا جماعه جاي يساعدني. انت تاخدها ولا حاجه؟ عجبكم كده باللي فيه؟ باللي فيه؟ يعني هتاخد الدهب اللي فيه؟ طبعا باللي فيه. ماشي. طيب هنعمل كمان واحد. حطيت اثنين. طب الشاي؟ الشاي بحسبه بيقول لي الشاي. خلاص هو مش شاي الشاي، انا بحسبه بيقول لي اعملي لي واحد. استنى هاتي الطبق الفاضي ده، هاتي الطبق الفاضي. احطه فين؟ احطه فين؟ هنا هنا. هاتي الكوبايه دي، هاتي الكوبايه بتاعتك هنا. شيلناها فاضي، هنشربه بقى شيء معين.